بسم الله الرحمن الرحيم. الاسنكلتزم طبعا في ظروف اخرى كان الاسنكلتزم ده عمرنا في حياتنا ما هنقرا ولا نبص عليه اصلا، بس اللي هو تجنبا ان بعد الشر حاجه تيجي منه فنبص عليه بالمره. يعني ايه كلمه اسنكلتزم؟ اسنكلتزم معناها ان انا عندي المفروض لو انا باصص على راس البيبي بالطول كده، لو انا باصص عليها من فوق، انا عندي السجتال سوتشر وهو نازل والواد بقى وراسه نازله ونازل كفالك، فالسجتال سوتشر المفروض يكون ميد واي في النص ما بين السيمفيسيس بيوبس والبرومونتري اوف ذا سيكروم. يعني عندي السيمفيسيس بيوبس قدام انتيريور والبرومونتري اوف ذا سيكروم بوستيريور، فالمفروض ان السيجتال سوتشر يبقى نازل ميد واي ما بين الاثنين. طيب ايه الاسنكلتزم؟ عارف الاسنكلتزم كده كان الواد مقموص، يعني بياخد جنب كده اللي هو ايه، زعلانه ومتضايقه، يعني راسه يا اما تروح ناحيه اليمين او تروح ناحيه الشمال على ناحيه كتفه كده، تمام؟ بحيث ان السيجتال سوتشر اللي هو اللي في النص ده يبقى اقرب لحاجه من الاثنين، يا اما يبقى اقرب من السيمفيس بيوبس يا اما يبقى اقرب من البرومنتر اوف السكر. بمعنى اخر، بدل ما الواد نازل وراسه يعني المستقيمه كده ما بين الانترو بوستيريو دايمتر اللي واصل ما بين السيمفيس بيوبس او البرومنتر اوف سكرم، لا هياخد هيلوي راسه كده ناحيه، يا اما ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، يا اما ناحيه السيمفيس بيوبس انتيريور او ناحيه البرومنتري اوف ذا سيكرام بوستيريور. خلاص، يعني السينكلتزم معناها بريسنس اوف ذا ساجيتال سوتشر ميد واي ما بين السيمفيس بيوبس والبرومنتري اوف ذا سيكرام. امال الاسينكلتزم ذا لاترال انكلاينيشن، التعريف مهم، لاترال انكلاينيشن اوف ذا فيتال هيد ميكينج الساجيتال سوتشر يا اما نيرر تو ذا برومنتري اوف ذا سيكرام او السيمفيس بيوبس. بمعنى اخر، البرايتال بون مش هتبقى على السيم هوريزونتال ليفل. يعني ايه؟ يعني امشي يعني وانت نازل، لو انت سي مثلا لو راس الواد نازله كانها نازله على الترابيزه اهي، مش الاثنين برايتال بون هينزلوا مع بعض، لا واحده هتنزل قبل الثانيه، الانتيريور تنزل قبل البوستيريور او البوستيريور تنزل قبل الانتيريور. طب ليه حاجه بتنزل قبل الثانيه؟ والله حاجه بتنزل قبل الثانيه علشان خاطر الراس مالت ناحيه واحده من الثانيه. طيب طبعا الجدول مرعب، المقارنه اللي ما بين النيجلز اوبليكتي والليدزمان اوبليكتي، ولكن على قد ما ربنا يقدرنا. احنا هنحفظ مين؟ احنا هنحفظ النيجلز بس والليدزمان قرنه، لانك لو جربت تمشي الاثنين مع بعض الاثنين هيبوظوا اصلا الاثنين. تعال نتكلم اول حاجه خالص عن النيجلز فورمولا، نفهمه الاول وبعدين نحفظه. النيجلز اوبليكتي عباره عن ايه؟ النيجلز اوبليكتي او اسمها الثاني البوستيريور اسينكلتزم، وخلينا واقفين لحد هنا بس، اسمها النيجلز اوبليكتي او البوستيريور اسينكلتزم، النيجلز اوبليكتي او البوستيريور اسينكلتزم من اسمها. يعني ايه كلمه بوستيريور اسينكلتزم؟ يعني راس الواد هتروح ناحيه بوستيريور، يعني راس الواد هتروح ناحيه البوستيريور، يعني راس الواد هتروح ناحيه السكرم، يعني راس الواد هتروح ناحيه السكرم، راس الواد هتميل ناحيه السكرم. خلاص، طيب يبقى اول نقطه ان الهيد انكلاينز تو ذا بوستيريور شولدر، ده من اسمها بوستيريور اسينكلتزم، يبقى الهيد هتميل ناحيه البوستيريور شولدر اللي هي الرسمه اللي فين، اللي في نفس الجدول تحت ده اهي طالعه فوق اهي. يعني بص انا عايزك تحت تعمل حاجتين، تحت تكتب لي كده على طبعا اللي قدام ده السيمفيس بيوبس واللي ورا ده السكرم، اكتب لي قدام السيمفيس بيوبس ده ايه عايد على انتيريور، واكتب لي ناحيه السكرم ده بي عايد على البوستيريور، يعني خلي السيجتال سوتشر في النص واكتب ايه على الانتيريور بارايتال بون والبي على البوستيريور بارايتال بون. طيب قال لك اول حاجه خالص ان الهيد انكلاينز ناحيه البوستيريور سوتشر. طيب اتنين، ما انا اقول لك بوستيريور، يبقى السجتال سوتشر هيروح ناحية مين؟ هيروح ناحية السكرم، الاس هتروح ناحية الاس، السجتال سوتشر هيروح ناحية السكرم اللي هو بوستيريور. طيب الحتة دي بس اللي رخمة شوية، يبقى عندي طالما البوستيريور بو، طالما البوستيريور اللي طالما السجتال سوتشر ناحية راح ناحية السكرم بوستيريور اللي طلع لفوق، يبقى مين اللي نزل لتحت؟ زي الرسمة كده الانتيريور برايتال بون هتنزل تحت، فالانتيريور برايتال بون هتبقى lower than the posterior parietal bone. يعني مين الاعلى؟ البوستيريور بارايتال بون هتبقى اعلى، اللي راحت اللي مالت ناحيتها هتبقى هي الاعلى. يعني الهيد بتروح ناحيه البوستيريور شولدر، السجتال سوتشر بيروح بوستيريور لناحيه السكرم، البوستيريور بارايتال بون بتبقى اعلى. طب اللفه الكبيره دي بتبقى مور كومون امتى؟ مور كومون في المالتي بار. اشمعنى؟ علشان خاطر زي ما اتفقنا ان المالتي بارا بيبقى ليهم لاكس انتيرو ابدومينال وول. طب هل ده فيفربل ولا مش فيفربل؟ لا ده فيفربل. ايش معناه؟ بص انا عندي السيمفيس بيبوس ده 3 سم، خلاص
انما البرومونتري بتاع السكرم ده 1 مللي خلاص. فالهيد وهي نازله هي خلاص كده كده الهيد احنا اتفقنا ان احنا عايزينها هتميل على جنب من الاثنين. طب تميل بحيث ان هي تو اوفر كام ميلي ولا تو اوفر كام 3 سنتي؟ لا طبعا تو اوفر كام ميلي. فالهيد وهي نازله داونورد وبتفيس مايلد ريزيستنس بتاعت البرومونتري اوف السكرم او نص سنتي يعني ماشي 5 ميلي نص سنتي الى اخره، بس المهم عندي ان المسافه اللي الراس هتعمل لها اوفر كام وهي ناحيه البرومونتري اوف ذا سيكرم اقل من الراس اللي هتعمل لها اوفر كام وهي ناحيه السيمفيسز بيوبس. تاني حاجه ما احنا اتفقنا ان اليوترس والفاجاين واليوترس والسيرفكس مش على الفاجينا بخط مستقيم، لا احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها اي في اف بوزيشن. طيب يبقى ده الرجعه اللي لورا دي برضو بتبقى في نفس اللاين بتاع البلفيك اكسس، وبالتالي لما يتولد يتولد اسرع. ده كونسيبت الفهم. طب نصعب الموضوع لو عايزين نفهمه نحفظه بقى وخلاص. النيجلز اوبليكتي او البوستيريور اسينكليتيزم، الهيد بت انكلاينز ناحيه البوستيريور شولدر، ده جبتها من كلمه بوستيريور اسينكليتيزم. عمرو دياب قال لك قرب ليا، يعني ايه قرب ليا؟ الاس مع الاس، الاس تروح مع الاس، السيشتال سوتشر تروح مع الصقر، شويه شويه الشويه الاولانيين دول ان البوستيريور بارايتال بون بقت اعلى شويه، البوستيريور بارايتال بون بقت اعلى شويه. ما طالما انا بادئ بوستيريور ماشي بوستيريور، يبقى طالما انا بادئ بوستيريور يبقى البوستيريور بارايتال بون بقت اعلى شويه. طب شويه التانيه، ما شويه التانيه يعني مالتي بار، ما هي لو كان عايز يقول ان اقرب ليا شويه واحده يعني واحده، لا هي مش مخلفتش مره واحده، هي كتير شويه شويه مالتي بار. خلاص قرب ليا شويه شويه بعد كده صح، قلبه وقلبك هنا يتلاقوا اللي هي فيفربل، ما هو اكيد فيفربل بقى قلبه وقلبك هنا يتلاقوا فيفربل مور. طبعا الكلام رخم مع اي حاجه بتحفظه خلاص، مور فيفربل قرب ليا شويه شويه قلبه وقلبك هنا يتلاقوا، ده الدنيا ماشي مور فيفربل بيكوز الهيد مور ان لاين وذ بيلفيك اكسس. الحاجه الثانيه الهيد بتنزل داونورد وبتفيس المايلد ريزيستنس اوف برومتر اوف سكر. طيب ايه بقى الحته بتاعه الانتيرير برايتال بون برزنتيشن؟ ما هي منطقي، ما احنا قلنا ايه تعريف البرزنتيشن؟ تعريف البرزنتيشن اول حته هتنزل في اللور يوتراين سيجمنت، اول حته هيحسها بالبي في، اول حته هيحصل لها ديليفري، اول حته هيحصل لها انجيجمنت. طيب انا بقول لك مين اللي بقى عالي البوستيرو برايتال بون، مين اللي نزل تحت الانتيرير برايتال بون، يبقى انا لما اعمل بي في مين العظمه اللي هحسها الانتيرير برايتال بون؟ علشان كده اسمه الثاني انتيرير برايتال بون برزنتيشن، يعني هو اسمه نيجلز اوبليكتي او بوستيريور اسينكليتيزم او انتيريور برايتال بون برزنتيشن. على العكس ليتزمان، ليتزمان ليتزمان او اسمه الثاني انتيريور اسينكليتيزم، طالما انتيريور يبقى الهيد راحت فين؟ ناحيه الانتيريور شولدر، يعني ناحيه ايه؟ البيوبس، ما تقولش سيمفيس بيوبس عشان مش هنقولش ناحيه الست الاس مع الاس خلاص، يبقى هتروح ناحيه البيوبس، البيوب شيل بقى كلمه سيمفيس دي خالص عشان ما تقوليش ما هي ساجيتال مع السيمفيس بيو، لا احنا الانتيريور برايتال بون مع البيوبس. طيب البوستيرو برايتال بون بقت هي اللي لور، مور كومون فين؟ في البرايمري جرافيت عشان عضلاتها قويه ما بيعرفش يرجع الرجعه اللي بنتكلم فيها دي. طب ماله فيفربل؟ لا لس فيفربل، اشمعنى؟ علشان خاطر الهيد ماهيش مع اللاين بتاع البلفيك اكسس، ولما الهيد بتنزل بتفيس كل السيمفيس بيبس اللي احنا اتفقنا ان هو تقريبا حوالي 3 سنتي. يبقى النيجلز ده الكويس، ده اللي ناحيه البوستيريور فاسمه بوستيريور اسينكليتيزم، الهيد بتروح ناحيه البوستيريور شولدر، قرب ليا الاس مع الاس، السيشتال مع السكرم، شويه شويه في البوستيريور اعلى شويه، شويه الثانيه مع المالتي بارا، قلب وقلبك هنا يتلاقوا، مور فيفرابل الهيد ناحيه البلفيك اكسس، والهيد داون وورد ان مايلد ريزيستنس مع البرومنتري اوف سكرم. طيب يا ريت الموضوع خلص على قد كده، تيجي تقلب الصفحه علشان تفهم، يعني في رسم بقى ورا صفحه 138 تلاقي الرسم عكس الكلام اللي احنا قلناه. بس ان شاء الله يعني على الكلام كنا سالنا بقى رئيس الاسم ومش رئيس الاسم والكلام ده، قال لنا ان الكلام اللي صح هو اللي في الكتاب اللي هو اللي في الجدول خلاص، فغير فوق كلمه الانتيرو اسينكريتيزم، يعني امسك قلمك كده وغير كلمه انتيرو اسينكريتيزم دي وخليها دي البوستيريور، خليها بوستيريور اسينكريتيزم، وروح هناك غير البوستيريور اسينكريتيزم خليها الانتيرو اسينكريتيزم. وتعال بص بقى، اولا الرسمه اللي في النص هي عباره عن الانتيرور اللي عباره عن النورمال اسينكليتيزم، شايف انت الساجيتال سوتشر موجود ميد واي ما بين الاثنين اهو، ما بين السكرم وما بين السيمفيس بيوبس. طيب امال البوستيرور اسينكليتيزم ده اللي هو عباره عن ايه؟ بص بقى احنا اتفقنا البوستيرور اسينكليتيزم يعني ايه؟ يعني البوستيرو بون بقت ناحيه السيمفيس البرومنتري اوف ذا سكرم. طيب يعني مين اللي نزل تحت؟
الانتيريور بول. طب بص على التانية نفس الكلام، يبقى اهو التانية اهو البوستيرو اس ولا الانتيرو الانتيرو سينكلتزم. بص على البوستيرو برايتال بون هي اللي ايه، هي اللي نزلت تحت، والانتيرو بقى ناحية الشولدر. كل اللي مطلوب منك بس على قد تحفظ الجدول، والجدول سهل. قلنا عندنا النيجلز، النيجلز ده بتاع البوستيريور، فالبوستيريور بيروح ناحيه البوستيريور شولدر، والبوستيريور بيروح ناحيه البوستيريور، والانتيرو بارايتال بون بتبقى اللور او البوستيريور بتبقى اعلى مع المالتي بارا وفوفرابل، واعكس في الليدزمان، وبحيث ان هو لو جه سؤال في الام سي كيو او لو جاب الجدول الريتنج يبقى انت حافظه كاكا بصمه خلاص. تمام، والفهم سهله يعني، دي بتروح ناحيه ايه، وبالتالي مين اللي تبقى اقصر، وبالتالي مين اللي حصل الاول في البي في. طيب بالنسبه للبارتوجرام صفحة 156، أولا البارتوجرام عمره في حياته ما جاء قبل كده سؤال، بس تعالى نتخيل إن إحنا بقى امتحان جاي صعب، أو جاي رسمة البارتوجرام بتيجي في الراوند، تمام؟ يعني في الستيشنز بتاعة الصور بتاعة الراوند، أه ممكن صورة البارتوجرام تيجي، إنما أنا هتكلم على الكلام اللي نظري. أولا إيه تعريف البارتوجرام؟ قال لك والله البارتوجرام ده عبارة عن جرافيك برزنتيشن للإيفنتس بتاعة الليبر. يعني عمالين نتكلم نقول سيرفايكال دايليتيشن ديسند الى اخره. طيب الكلام ده بقى بتسجل ازاي؟ ورقه الشيت اللي بتبقى موجوده على كل سرير عند العيانه بتبقى عباره عن ايه؟ هي دي البارتوجرام. طيب ايه الايم او الاوبجكتيفز بتاعه البارتوجرام؟ قال لك ثلاث حاجات بحرف الدي. الدي الاولانيه اعمل ديتكشن ايرلي ديتكشن اوف ماتيرنال اند فيتال ديستريس. فاكر لما كنت بتكلم بقول لك عن المانجمنت اوف ذا فيرست ستيج اوف ليبر، وكنت بقول لك في عندي اثنين للعيانه واثنين للعامله واثنين للحكيمه واثنين للدكتور، وكان للدكتور كان بيعمل بي في وكان بيعمل مونيتورنج للليبر، وكان اول حاجه في المونيتورنج البارتوجرام بتطمن اه الام في مشكله او الفيتر في مشكله. اتنين قال لك والله كمان بيساعد ان نعمل ايرلي دايجنوزس لو كان في اي ابنورمال في الليبر باتر. تلاته ادوكيومنتيشن حاجه بقى ميدوكوليجاليتي للليبر ايفنتس. يبقى تلات حاجات بحرف الدي، بعمل ديتكشن للماتيرنال اند فيتال ديستريس، بعمل diagnosis of abnormal labor pattern and وبعمل documentation of the labor events. طيب ايه الكومبوننتس بتاعت البارتوجرام؟ سؤال بقى يعني سؤال صعب، اللي هو قول لي بقى البارتوجرام ده بيتكون من ايه، ولا صعب ولا نيل. اولا منطق البيرسونال داتا بتاعت الام، إيه اسمها ايه، جرافيديتي، البيرسونال هيستوري، الهوسبيتال نمبر، الديت تايم، معناها الورقه مكتوب عليها اكيد اسم الام. طيب اهم حاجتين في البارتوجرام اللي انا اصلا ببص عليهم، وانا لو انا جالي سؤال بارتوجرام وببص عليه، اهم حاجتين هم الفيتال هارت ريت. بيقول لك الفيتال هارت ريت مونيتورد من 100 ل 180. الحاجه الثانيه السيرفايكال دايلاتيشن والديسند بتاع البريزنتنج بارت اجنست التايم. دول اهم حاجتين، يعني اهم حاجتين تكتبهم هم الفيتال هارت ريت بلوتد من 100 ل 180 والسيرفايكال دايلاتيشن والديسند بتاع البريزنتنج بارت. بعد كده الباقي بقى منطقي، اللي هو عباره عن اليوتراين كونتراكشن والاكستوسن والدراجز دول مع بعض، الفيتال ساينز واليونت اناليسيس مع بعض، حاجات ليها علاقه بالعين نفسه، الليكور الميه اللي حواليه مع المولدنج مع بعض. تمام، طيب تاني يبقى انا عندي بتكلم عن البارتوجرام ده عباره عن جرافيك برزنتيشن للايفنتس بتاعه الليبر. الايم بتاعه ده عباره عن الورقه بتاعت الشيت اللي موجوده على كل سرير عيانه، الدكتور وظيفته ان هو كل شويه اه السيرفكس فتح 2 سم علم، السيرفكس فتح 4 سم علم، السيرفكس فتح 6 سم علم، الست خدت 10 وحدات اكستوسن علم، السته الى اخره. طيب الكومبوننت قال لك والله الكومبوننت عباره عن ايه، اهم حاجه اول حاجه طبعا منطق البيرسونال داتا، بعد كده في عندنا حاجتين مع بعض الفيتال هارت ريت والسيرفايكال دايليتيشن، بعد كده الترين كونتراكشن والاكسسون مع بعض، الدراجز والفيتال ويرين اناليسيس مع بعض، واليوترين الديجري بتاعت الليكور مولدنج مع بعض. طب البرولونجد او ديسفانكشنال ليبر، قال لك اني ديفيجن، اي ديفيجن بيحصل في النورمال بروجريس بتاع الليبر ايزر، يا اما سيرفايكال ديسند اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هم الاثنين اللي بقول لك عليهم الدايلكشن والديسند، اي مشكله فيهم ده هسميه برولونجد او ديسفانكشنال ليبر. وطبعا انت عندك موضوع اصلا محترم اسمه البرولونجد ليبر، وموضوع محترم اسمه الاوبستراكتد ليبر. خلاص الجزء بتاع بقى البروتراكتد ديس اوردر ومش البروتراكتد ديس اوردر، الكلام ده الاحسن نكومنت عليه في الصور. تمام، انما كده زي الفل، تعرف التعريف، تعرف ايه هي الايمز او الاوبجكتيفز، وتعرف الكومبوننت بتاعته، ولو حصل ديفيجن ده اسمه ايه، اسمه ديسفانكشنال ليبر او برولونجد ليبر. بس تمام كده.